تم عفوا انشاء 22 نداديه في الوسط التدريجي والحضري وتحويل 15 نداديه الى 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 ثانويات، وتسويه بعض المؤسسات اللي كانت وضعيتها تطلب تسويه بعض المؤسسات. الهدف منه هو اولا اعطاء جميع الاطفال اللي يوفوا المرحله الاساسيه اعطاهم الفرصه لياكي يتابعوا مسارهم التربوي على مستوى التعليم الثانوي. هو الحد من الفوارق بانشاء اعداديات ريفيه استفاد منها المناطق الريفيه وبعض الاحشاء ليست في المدن الكبرى، وكذلك هو التقليص من الفوارق اللي موجوده بين بعض الجهات وخاصه الفوارق بين الرجال والنساء. من هدف ايضا انشاء الاعداديات هو تسجيل تنافس البنات.